هاي دير ستودنتس، نايس تو ميت يو. أعزائي طلبة الصف السادس الإعدادي، نحييكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. Open your students book on page 28. If you could choose any job. طبعا هذا الليسن يناقش second conditional والthird conditional، الحالة الشرطية الثانية والثالثة. Listen and read. Then بعدها استمع واقرأ. Then بعدها answer the questions. أجب عن الأسئلة. What is Maryam going to study? ماذا مريم تريد أن تدرس؟ What career would she prefer? أي مهنة هي تفضل to have. هنا الحديث بين كاثي ومريم. If you could have any career، إذا استطعت الحصول على أي مهنة in the world، في العالم، what would you choose؟ ماذا تختارين؟ I'd like to be a pilot. أنا أريد أن أكون طيار. Do you think، هل تعتقد that dream، بأن ذلك الحلم is ever going to come true، سوف يكون صحيحا؟ ردت عليها no، I don't، لا، it is just a dream، إنه فقط أو مجرد حلم. My parents، والدي، wouldn't approve of it، إنها والدي لا يقبلونه. They want me، هم يرغبونني، to train as a doctor، أن أتدرب كدكتور. What if you refused؟ ماذا إذا رفضت؟ ردت عليها قالت لي are you joking، هل تمزحين؟ They'd be really upset، سوف يكونون منزعجين. If I refused، إذا رفضت. ردت عليها قالت لي but it's your dream، لكنه حلمك. قالت I know، أنا أعرف، but I could never، لكني لا أستطيع أبدا be successful، أن أكون a successful pilot، طيارا ناجحا. Anyway، أبدا. قالت لها what do you mean، ماذا تقصدين؟ ردت عليها مريم if I was a pilot، إذا كنت طيارة أو طيار nobody would fly with me، لا أحد يطير معي. ردت عليها why not، لماذا لا؟ قالت لها because I'm a bit scared of heights، لأنني أنا أخاف من الارتفاعات. ردت عليها if I were you، إذا كنت مكانك I'd train، سوف أتدرب as a doctor، كدكتور أو طبيب. and have flying license، وسوف أدخل في دروس الطيران in my free time، في وقت فراغي. طبعا هنا من خلال لحد الآن يعني المحادثة بيها مجموعة جمل شرطية، الحالة الثانية والثالثة، second conditional and third conditional. لكن هنا اكو فتشي، هنا يقول if I were you، بس انتبه ل if I were you، هنا مستخدمين الآي تاخذ هي was بالماضي، لكن هنا بحالة التمني تاخذ، وراي الملاحظة تفيدنا بالدروس القادمة. نكمل المحادثة. قالت لها قاسي why not، لماذا لا؟ ردت عليها مريم because I'm a bit scared of heights، لأني يعني أخاف من الارتفاعات العالية. ردت عليها قاسي if I were you، إذا كنت مكانك I'd train، سوف أتدرب as a doctor، كطبيب. and have flying license، وأحصل على دروس الطيران in my free time، في وقت فراغي. قالت لها what free time، أي وقت فراغ. medical students، طلاب الطبية، don't have any free time، لا يكون لديهم أي وقت فراغ. هنا ندرس الملاحظة اللي مخلينا إياها على second conditional، على الحالة الشرطية الثانية. يقول we use the second conditional، نحن نستخدم الحالة الشرطية الثانية to talk about، للتحدث حول unreal situations، على الحالات الغير حقيقية. If I had enough money، لو كان لدي مال كافي بالماضي. هنا I would go to Britain to study، ذهبت إلى بريطانيا للدراسة. If she studied harder، لو هي درست، يعني حالة تمني بالماضي، يعني غير حقيقية أبدا، ويعني نقول يعني شلون نقول تخيلية. If she studied harder، لو هي درست بصورة أحسن، she would pass her exams، لنجحت في امتحاناتها. If I were you، لو كنت مكانك،
I'd apply to two تأهلت إلى اثنين of three colleges إلى أو ثلاثة كليات. هنا لاحظ if clause يعني جملة الاف والmain clause والعبارة الرئيسية. عبارة الاف هنا بحالة second conditional حالة الاف الشرطية الثانية تكون حال جملة الاف أو عبارة الاف تأخذ past tense تأخذ زمن الماضي، والعبارة الثانية تأخذ would يعني الاختصار مالها would could و verb stem. هذا بالنسبة للقاعدة العامة لل second conditional. هنا أيضا عندنا اختصار للقاعدة السكند كونديشنال الشرط الثاني تكون بجملة الاف تاخذ باست سمبل هنا حسب ما موجود زائدا العبارة الثانية تاخذ would could might زائدا الفعل المجرد. هذه يسمونها الغير محتملة يعني حالة الشرط الثاني. عندنا الأسئلة الوزارية اللي جت على هذا الموضوع هو if I have lots of money، هي سؤال وزاري. If I have lots of money I would buy a race horse، اشتريت يعني مجال او يعني ساحه للسواق الاحصنه. هنا بين قوسين يقول put the verb، ضع الفعل into the correct form في الشكل الصحيح. طبعا هنا المجهول موجود هذا have. طبعا هنا نستند على القاعده هاي في حل التمرين. عندنا احنا جمله الاف تكون او عباره الاف تاخذ past simple يعني كل شروط الباست سمبل ناخذها، يعني احنا اخذنا بالدرس الماضي استخدام الماضي وراجعنا هنا، يعني كل شروط الباست سمبل نطبقها على جمله الاف، والعباره الثانيه تاخذ ود او كود زائد مايت يعني السبجكت زائد الود او كود زائد الفيرب مجرد، فيكون الحل طبعا قلنا باست سمبل. فالهاف تتحول الى الهاد التصريف الثاني او التصريف الثاني حاله الماضي الهاف هاد. If I had lots of money، لو كان لدي الكثير من المال، I would buy a race horse. يعني هنا فقط الهاف تتحول إلى الهاد، يكون الحل صحيح. Two. If I play tennis، I would join the tennis club. لو ألعب التنس لانتميت إلى tennis club يعني نادي التنس. Correct. هنا يقول صح. طبعا هنا من يقول لنا صحيح لازم نعرف حالة الإف، لأن إحنا عندنا هسه راح يصير أربع حالات الإف الشرطية. فلازم نعرف يا حاله من عندهن حتى نقدر نحل بصوره صحيحه. شلون نعرف الحاله؟ من خلال معطيات الجمله. نجي للجمله نشوفها if I play tennis I، يعني شنو الدلاله تدل لنا على نحصل بها الجمله يا نوع من انواع الاف. فهنا من نشوف بها I would join، هنا نلقي هنا حسب القاعده would تستخدم مع الشرط الثاني الحاله الشرطيه الثانيه، فرأسا نتعرف على انه حلنا راح يكون بالحاله الشرطيه الثانيه. فعندنا العبارة هنا محلولة، يعني لازم تكون العبارة الأولى بزمن الماضي، لأن الحالة الشرطية الثانية تكون بها العبارة الإف بزمن الماضي. فنجي للفعل ما بين الأقواس هنا، إذا لقينا بي نوت يعني نفي، وإذا ما لقينا نوت إذا يعني جملة مثبتة، فالفعل يكون بحالة الإثبات بزمن الماضي. أيضا نشوف الفعل إذا قياسي أو شاذ، فهنا نشوف بلاي فعل قياسي، فنضيف لاي دي يصير if I played tennis، لو لعبت التنس I would join the tennis club، لانتميت الى نادي التنس. ثلاثة what would you buy if you فراغ win a million pounds، ماذا سوف تشتري اذا ربحت مليون باوندز. هنا شوفوا المعطيات او الطلب، يقول complete اكمل using the correct conditional، اكمل مستخدما الكونديشنال الصحيح، يعني مستخدم الحاله الشرطيه الصحيحه. وقلت لكم انا يعني بهيك اسئله يعني هو ما راح يعطيك الحاله الشرطيه نوعها، لازم انت تستكشفها من خلال الجمله. شلون نستكشفها؟ من خلال قراءتنا للجمله بصوره صحيحه. فاني هنا موجود بها if would what would you buy، if هنا المجهول يكون بجمله الاف، جمله الاف يكون بها المجهول، الجمله او العباره الثانيه بها would. فإذا العبارة الثانية بيها would يعني مو جملة الإف، الجملة الثانية أو العبارة الثانية بيها would، إذا هاي النوع الثاني. فالنوع الثاني بعبارة الإف تاخذ ماضي والعبارة الثانية تاخذ would، فيكون هنا المجهول if you، والفعل أيضا معطيناه بين قوسين الوين، فنحوله لزمن الماضي الوين يصير won لأن هو فعل شاذ، وتنحل الجملة. يقول what would you buy، ماذا ستشتري if you won، ماذا لكنت تشتري
إذا كنت قد ربحت مليون باوند هنا، يعني ك فيو يعني على شكل هنا حالة شرطية على شكل سؤال. 4 if I had أو have، يعني خيارين، لو هاد لو هاف الكمبيوتر، لو كنت امتلكت الكمبيوتر او لو كنت امتلك الكمبيوتر وي كود سيرش ذا انترنت، لا يعني اتصلت بالانترنت، لو كان عندي كمبيوتر لاتصلت بالانترنت. فهنا الخيار مالتنا لو هاف لو هات لو هاف، شلون اعرفها؟ نعرفها من خلال معطيات الجمله حتى انه يكون حنا صحيح. فهنا كمبيوتر عندنا العباره الثانيه موجوده بها كود، العباره الثانيه اذا بها كود حسب القاعده عبارة تاخذ كود، اذا هاي الحالة الثانية. والحالة الثانية طبعا بيها عبارة الافلات لازم تكون بالباس سمبل، فنجي نريد نحل. فهنا يعني بحالة المضارع وهنا الفعل التملك بحالة الماضي فياخذ الخيار هات. 5 I would learn to park in my friend say would you do with me. I would learn to parachute. أنا سوف أتعلم أن أكون أهبط بالمظلة. If my friend، لو صديقي say يقول she would do it with me، لو صديقي يقول لي سوف يفعلها معي. هنا أيضا هنا مطينا المعطيات أو الطلب correct the verb، صحح الفعل. هنا صحح الفعل طبعا احنا نعرف أنه هاي الجملة عبارة عن if الشرطية، بس يا حالة نعرف الحالة من خلال الجزء اللي محلول. الجزء المجهول احتمال ما نعرف من عند الحالة، فنروح للجزء اللي الثاني اللي هو محلول، فنشوف انه العبارة الثانية بيها ود، فاذا العبارة بيها ود هي الحالة الثانية، اذا عبارة الاف لازم تكون بزمن الماضي، اي ان الفعل سي لازم يكون بزمن الماضي، فيكون حله بهالشكل هذا. I would learn انا ساتعلم انا would learn لتعلم to the parachute الهبوط if my friend said، يقولها she would do it with me. زين عندنا 6 السؤال السادس he be more attractive if he shaved his beard off. He be more attractive، سيكون جدا جذاب if he shaved، لو حلق his beard لحيته. هنا طبعا كوركت قل لنا صحح. ايضا من خلال ما نشوف انه المجهول جمله الاف هنا بتكون محلوله ما بها اشكال، الجمله الثانيه هي المجهوله، اذا نروح نشوف الدليل من خلال من خلال جمله الاف حتى نعرفها بها حاله. فمن خلال جمله الاف او عباره الاف ناخذ شيف، فالفعل شيف يدل على انه مستخدم عباره الاف ماضي، اذا هذا يا حاله تكون بها عباره الاف بالماضي هي راح تكون الحاله الثانيه الشرطية الثانية، إذا لازم نستخدم بها would أو could. زين فصير هنا he would be، والwould تاخذ فعل مجرد بعدها، فبس نفتح القوس he would be more attractive، سوف يكون أكثر جاذبية if he shaved his beard off، إذا حلق لحيته. نروح للحالة الشرطية الثالثة والأخيرة اللي بيها third conditional الخيالي، هذا الخيالي المستحيل يصيحوا له، واللي بيها عبارة اللي تاخذ ماضي تام، عبارة الف تاخذ ماضي تام، والعبارة الثانية تاخذ ود وكود زائدا هاف زائدا باست بارتيسيبل والتكملة. زين هنا عندنا اسئلة وزارية اف اي هاد، وطبعا احنا بالدرس وطبعا احنا بالدرس الماضي شرحنا الماضي التام وقلنا ياخذ هاد زائدا باست بارتيسيبل بالجملة مالته. فهنا عندنا اسئلة وزارية يقول اف اي هاد باست ذا تيست، لو اني هاد باست، شوف هنا هذا هذا الماضي التام the test by about the test I would become I would have become a pilot. هنا خيارات، فنجي هنا حسب القاعدة عندنا would زائدا have زائدا تصريف ثالث، فهنا يكون الخيار الصحيح هو would زائدا have زائدا التصريف الثالث become، هو نفسيته become هو يعني هذا الصحيح. زين مو هذا، فيكون الخيار هذا الصحيح. 2 if we train harder، لو تدربنا اكثر we might have won the match. هنا يقول correct صح. شلون صح؟ ايضا نروح نعرف نوع نعرف حاله الاف، يا نوع من حاله الاف، فنشوف المعطيات بالجمله وي ترين، هنا ماكو دلاله، تكون الدلاله لان مجهول، تكون الدلاله بالعباره الثانيه اللي هي اساسا موجوده محلوله. فمن نشوف احنا we might have won،
يعني بيها مايت وبيها هاف وبيها تصريف ثالث، اذا يعني مايت وهاف وتصريف ثالث حسب القاعده. فرأسا نعرف بانه هذه الحاله الثالثه، فنستخدم لازم بالعباره الاف نستخدم الماضي التام. فهنا الماضي التام تاخذ هاد مع كل الضمائر، هاد زائد التصريف الثالث فتصير هاد ترند، ترند هاردر، وتكمل الجمله. 3 she wouldn't have got son a parent if انت سوف لا تحصل على ضرب الشمس if she had worn low war هات. طبعا هنا خيارين لو وود وارن لو وار، انت سوف لا تحصل لديك ضرب الشمس اذا ارتديت قبعه. فهنا شلون نعرف يا حاله من الاف حتى نستخدم الخيار الصحيح له. فمن نشوف شنو معطيات الجمله she wouldn't have got، she wouldn't have يعني عباره الثانيه مستخدم بها would او wouldn't طبعا بالنفي او have موجوده والتصريف الثالث، اذا هاي الحاله الثالثه. فالحاله الثالثه ما تاخذ زمن ماضي، يعني تاخذ ماضي تام بجملة الاف، جملة الاف او عبارة الاف تاخذ ماضي تام، فهي had worn a hat. 4 what would we have done if our car، ماذا سوف نفعل اذا سيارتنا break down in the desert. هنا هذا كسؤال، يعني جملة على شكل سؤال. هنا طبعا يطلب من عندنا correct، يعني نصحح الجملة. لازم قبل لا نصحح الجملة نعرف انه يا حالة من حالات الاف، فايضا معروفه من نشوف would we have done، زين يعني would عندنا هاي would موجوده وعندنا بعد ال would have وعندنا تصريف ثالث، يعني لين على شكل سؤال، فبيها would وبيها تصريف وبيها have وبيها تصريف ثالث، اذا هاي الحاله الثالثه. فعندنا لازم تكون جمله الاف او عباره الاف تاخذ يعني الماضي التام، فيكون الحل مالتها بالشكل هذا. ننزل كل الجمله كما هي وننزل هنا if our car had، اذا سيارتنا had a broken down، اذا سيارتنا had يعني صارت بزمن الماضي التام، had زائد التصريف الثالث وبتكملتنا الجمله. 5 if I فراغ now about her problem، لو كنت اعرف مشكلتها I would have lent her someone، اللي اعرتها بعض المال. هنا قلنا ايضا correct. ايضا نتعرف على حالة الجملة حالة يا اف من ال، فنروح للعبارة الثانية اللي هي محلولة الموجودة، فنقول if I would have يعني بيها would وبيها have وبيها تصريف ثالث، اذا هاي الحالة الثالثة. فلازم تكون بيها جملة الاف عبارة الاف تاخذ had زين زائدا التصريف الثالث، فيكون هنا ويل اي يصير اف اي هاد والناو يصير ناون كتصريف ثالث ان اباوت بروبلم، وتكمل الجمله. زين عندنا اي وود هاف ستديد ميديسن اف هاي ماي بارنتس هاف انف موني تو باي فور ذا كورس، ايضا كوركت صح. ايضا نعرفها من خلال الود هاف وستديد، وود هاف ستديد يعني هذا من نشوف هاي العباره وود هاف ستديد، اذا العباره او حالة الشرطية الثالثة. فنستخدم جملة الاف راح يكون استخدامنا بعبارة الاف هي المجهولة if my parents تصير had، وهنا ايضا يعني نستخدم had والتصريف الثالث مالت الهاف ايضا had، فتصير had had enough money to buy for the course. زين عندنا رقم 7 if I not have the operation I would have dead، لو لم اعمل عمليه سوف اموت. فهنا كوركت صح. نشوف حاله في الشرطيه من I would have، يعني I حسب القاعده would have وتصريف ثالث، ف تكون الجمله اذا معطون هنا الجزء اللي هذا محلول ب يعني would have وتصريف ثالث، اذا لازم يكون جملة الاف تاخذ ماضي تام، فيصير if I had if I hadn't، لان هنا نستخدم hadn't يعني لان هنا عندنا نوت، فهنا اريد الماضي التام بحالة النفي، فتصير had hadn't if I hadn't had hadn't had، لان الهاف had hadn't زائد التصريف الثالث مال الهاف، فتصير if I hadn't had the operation، إذا لم أعمل عملية I would have died، لقد أموت.
if I see him yesterday, لو رأيته يوم أمس, I would have told him your news. لا, أخبرته بالأخبار. فهنا أيضا نستكشف حالة الإف الشرطي من خلال would have told. فهنا محلولة هاي الجهة, يعني فتكون المجهول عندنا بزمن بعبارة الإف اللي هي أساسا تأخذ had زاد التصريف الثالث للفعل see, فصير I had seen هنا him yesterday, I would have told him the news. ننتقل إلى تمارين الأكتيفيتي بوك, أكتيفيتي بوك بيج 54 صفحة 54. يقول براكتس هنا اكسرسايز اي براكتس ذا دايلوج, ننفذ الدايلوج او تمرن في المحادثة اون بيج 28 في كتاب الطالب اوف ذا ستودنتس بوك ان بيرز في ازواج ثنائيات. Then change Maryam's idle career, وغير مهلة مريم and the other words, وباقي الكلمات in the bold في الخط السميك, and create, and create, واخلق وكون او كون, and practice a new dialogue, وتمرن على dialogue جديد. طبعا يريدنا نرجع للدايلوج الموجود بنفس الاسم في كتاب الطالب ونغير ببعض الانشطة ويكون هذا على شكل ثنائيات بين الطلاب. عندنا اكسرسايز هذا نشاط صفي, يعني الطلاب يتمرنون عليه. بي حتى لو ماكو كلمات يقدر نفسيته بس يحفظ الكلمات حتى يتمرس عليهن, ودايلوج لطيف وفي هواي استخدامات لحالات الشرطية. رايت سنتنس هنا اكسرسايز بي, رايت سنتنس اكتب جملا ان ذا سكند كونديشنال في حالة السكند كونديشنال يعني الحالة الشرطية الثانية, يوزنج ذا ووردز ان براكتس, واستخدم الكلمات التي ما بين الاقواس. عندنا اكسرسايز بي, رايت سنتنسز اكتب جملا ان ذا سكند كونديشنال في حالة السكند كونديشنال الشرط الثاني, يوزنج ذا فيربز ان ذا براكتس, واستخدم الافعال التي ما بين الاقواس. ناكد على حالة الشرط الثاني هنا السكند كونديشنال النوع الغير محتمل, يعني تكون بي جملة الاف تاخذ باس سمبل, والجملة الثانية العبارة الثانية تاخذ ود وكود زائدا تصريف زائدا الفعل يكون بحالة المجرد. زين ذني لازم نراعيهن بالحل. فهنا رقم واحد هو حلناها كمثال مطيناها اف اي اف اي هنا اف اي هاد الهاف صارت هاد لان عبارة الاف تاخذ حسب القاعدة تاخذ ماضي. اف اي هاد لوتس اوف لو كان لدي المال, وهنا عبارة الثانية تاخذ would او could او نكمل الجملة. I would buy rice house, لاشتريته سباق خيل يعني ساحة مال سباق خيل. 2 هنا عندنا I فراغ not have, انتبه هنا يعني مني تجي بالقوس not يعني عندك جملة منفية. زين جملة يعني تنفي الفعل to spend so long on my homework if, ويكمل الجملة. هنا رقم اثنين فهنا عبارة الاف ماضي والعبارة الثانية تاخذ ود وكد, فهنا يكون الحل اذا عندنا تاخذ ود تصير ودنت, ودنت رقم اثنين ودنت هاف تبقى نفسها الهاف لان فعل مجرد. I wouldn't have to spend, لم اكن اصرف المزيد من الوقت, so long on my homework في كتابة واجبات البيتية if, ورا الاف انها تاخذ ماضي فعندنا هاف فصير هاد. زين if I had computer, لو كان عندي كمبيوتر. 3 where هنا where فراغ you choose to live if you فراغ live anywhere in the world. هنا يسأل سؤال والسؤال بي يعني عبارة الاف هنا اكيد راح تصير بزمن الماضي والعبارة الاولى نستخدم بها would. فرقم 3 يكون where would you choose, where تاخذ would you, where would طبعا السؤال بحالة تكون ال WH أداة WH بعدين would نخلي أداة ال would هنا وبعدين وراها الفاعل where would you لأنه مطيناه حسب ما موجود. where would you choose to live, ماذا تختار لأن تعيش. if وهنا ورا الاف عبارة تصير بالماضي يعني كان تصير ماضي بس كان تصير could. زين if you could live anywhere يعني أين تختار أن تعيش لو كنت لو خيروك بالعيش في أي مكان in the world في العالم. 4 هنا 4 هنا I فراغ learn to to parachute and my if my friend
لو كان صديقي يقول لي شي would do it, سوف يفعلها معي. قبل شوي أخذنا التمرين هذا بس ما يخالف نعيده. يصير برقم أربعة if تأخذ would learn هنا, والود تأخذ أيضا فعل مجرد, فهنا الفعل موجود عندنا learn, فبس نخلي قدامه ود نفتح القوس I would learn to parachute, أنا تعلمت لي أقفز بالمظلات if my friend. عبارة الإفنات تكون بالماضي, say يصير said وتكمل الجملة. رقم خمسة if I, هنا عبارة الاف اكيد طبعا شوف هنا مرات تصير عبارة الاف من نهاية الجملة ومرات تصير بداية الجملة, احنا نشوف وين عبارة الاف نخليها بالماضي. if I be, هنا طبعا البي انتبه للبي, البي يريد عندك تخلي واحدة من ادوات الكينونة بحالة الماضي اللي تجي مع الاي, فالاي بالزمن الماضي تاخذ هنا I رقم خمسة if I were you, احنا نبهنا عليها هاي العبارة, قلنا احنا الاي تاخذ was بالحالات العادية, لكن هنا الحالات غير محتملة, يعني التمني مثلا هنا بهاي الحالة تاخذ الاف مع الاف الاي تاخذ where, بس بحالة اذا اجت وياها if تاخذ where. زين if I were you لو ما يصير اقول if I was you, لا if I were you بس بهاي حالة الاف تاخذ الاي تاخذ where. if I were you لو كنت مكانك, زين هنا هاي عبارة الاف, النوم العبارة الثانية تأخذ would. I would ask. I would هنا يريد عندنا العبارة الثانية أيضا تكون يعني منفية, فالود تصير wouldn't ask his advice about anything, لو كنت مكانك لم أخذ أي نصيحة حول أي شيء. رقم ستة she هنا فراغ, she look much nicer, هو سوف شي لوك ماش نايسر, هي ستبدو اكثر جمالا هنا اف شي, اذا هي هنا عباره الاف ايضا راح تكون بالماضي, فهنا الوير تصير بالماضي راح تكون وور, التصريف الثاني مالتها وير وور بالماضي يعني فعل شاذ. زين والجمله الاولى او العباره الاولى رقم ستة تصير ود تاخذ ود وزائد الفعل معطيناها would look. زين رقم سبعة he be more attractive, سيكون جذابا if he shaved, اخذناها قبل شوية هاي الجملة لو حلق لحيته, فهنا if اكيد هنا shave يصير shaved يعني ماضي. زين عبارة الاف العبارة الاولى راح تكون او اللي بعد الاف راح تكون نستخدم بها would زائدا الفعل المجرد الموجود عندنا بين قوسين, فصير تصير would be والنوب شيف وصير شيف. بقعد آخر وحدة أيضا هنا if I هنا not marry him, لا أتزوجه even if he حتى أنه last man in the world, لم أتزوجه حتى إذا كان آخر رجل في العالم, فهنا عبارة الاف راح تكون تأخذ ماضي. زين فالماضي اللي هي تصير was. زين تأخذ was يعني تحول يعني في الفعل البي قلنا احنا احد ادوات الكينونه بالماضي اللي تجي مع الهي, فهي تاخذ بالماضي واز, تصير هنا واز بالعباره الثانيه عباره الاف, وعباره اللي الاولى تكون تاخذ ود, والود هنا تصير ودنت لان عندنا نوت, شوف نوت ماري فتصير ودنت ماري وتكمل. هذا بالنسبه لتمرين بي. عندنا اكسرسايز سي ورك ان بيرس, اعمل في ثنائيات, كومبليت ذا سنتنس, اكمل الجمل اورالي بصورة شفوية with your own ideas, مع أفكارك. عندنا هنا يعني نصف جملة ونكمل النصف الثاني حال الشرطية الثانية. If I had my own car, لو كان لدي سيارتي, I'd take my friends, لأخذت أصدقائي on picnics في رحلات every weekend, في كل نهاية أسبوع. رقم اثنين اللي أيضا عبارة نكملها if my father won, لو والدي ربح my won a million pounds, ربح مليون pounds, we would buy a new house, لاشترينا بيت جديد. 3 if I had one wish, لو كان لدي رغبة واحدة, I would like to have wings, لتمنيت أن يكون لدي أجنحة. if I had three wishes, لو كان لدي ثلاث رغبات, I would go around the world, سوف أذهب حول العالم, buy any land, سوف أشتري جزيرة, and marry وأتزوج.
عندنا اكسرسايز دي رايت 100 to 120 اكتب 100 ولا 120 كلمه بيجينينج مبتدئا بالاف اي واز ا مليونير اف اذا كنت انا مليونير يوز سم اوف ذيس ايدياز استخدم احد من هذه الافكار هنا طبعا هنا التمرين هذا يريد بعد انك تكتب يعني انشاء خاص بك يعني مو داخل وزاري لكن ممارسه عليه وتكمل الانشاء من هاي الافكار بزمن باستخدام العباره الشرطيه او الجمله الشرطيه الثانيه هناكم ملاحظه مثبتناها ذا بريفكس ديس استخدام البادئه ديس لعكس الصفات طبعا هاي بيج 56 صفحه 56 كتاب النشاط يقول the opposites of many verbs يقول عكس بعض الأفعال are formed يتكون with the prefix this باستخدام البادئة this مثلا مثال agree وافق يوافق disagree لا يوافق approve يقبل disapprove لا يقبل write the opposites write the opposites اكتب المعاكسات of these verbs اكتب المعاكسات لهذه الأفعال مطينا مجموعة أفعال هنا نسوي المعاكسات مالها باستخدام this واحنا يعني هذا طبعا تمرين مهم ويحفظ مهم بالامتحان الوزاري عندنا هاي تكون الحل مثلا هنا عندنا السؤال الوزارة اول مره ناخذه بعدين حل التمرين if you dislike او distrust someone you don't have confidence of them اذا انت لا تحب او لا تثق بشخص you don't have confidence انت لا تثق in them لا تصدقهم طبعا هنا من خلال معنى الجمله نستخدم distrust مو dislike distrust يعني هاي يكون حسب المعنى الاختيار هذا الجمل اللي جت على هذا الموضوع هنا الكلمات اللي مطنيها هو لايك يصير ديسلايك يحب لا يحب اوبي يطيع ديس اوبي لا يطيع تروست يثق ديس تروست غير موثوق به ابير يظهر ديس ابير لا يظهر بليز يحب ديس بليز ديس بليز لا يحب كونكت يتصل ديس كونكت لا يتصل انكرج يشجع وديس ديس كارج لا يشجع هنا طبعا ثاني حفظا لان بيهن يعني هسه مثلا كارج يصير هنا انكرج يصير ديس كارج يشجع لا يشجع وهذا طبعا التمارين قلنا حفظ هذا كل موجود اعزائي الطلبه درسنا لهذا اليوم ثانك يو ميت يو نيكست تايم